مجلس النواب أصدر بيان وضح خلاله الهدف من التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والأكد أن التشريع هو نتاج عمل جماعي تشاركي هدفه هو إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع، وكمان يحقق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن قانون الإجراءات الجنائية. معنا عبر الهاتف دلوقتي النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب. صباح الخير على حضرتك. صباح النور على سيادتك والساده المشاهدين. اهلا بيك. يعني عايزين نعرف منك ايه الهدف من تعديلات قانون الاجراءات الجنائيه؟ يعني القانون القائم ببساطه شديده عشان الساده المشاهدين يبقوا عارفين، القانون القائم المعمول به حتى هذه اللحظه صدر في ظل النظام الملكي عام 1950. كان وقتها الدستور المعمول به دستور سنه 23. بعد 74 سنة في عندنا دستور 2014 بما جاء فيه من ضمانات لممارسة المواطنين لحقوقهم وحرياتهم العامة وما يضمن لهم الحياة الكريمة. أيضا صدرت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سنة 2021، بالإضافة للمواثيق الدولية اللي مصر موقعة عليها اللي تتعلق بحقوق الإنسان. من هنا كان في فلسفة جديدة بعد 74 سنة المفروض تتحقق من خلال تشريع متكامل. طب ليه تشريع متكامل مش تعديل؟ لأن سنة 2017 الحكومة قدمت مشروع قانون بتعديلات على قانون الإجراءات الجنائية. التعديلات دي كانت توصل لحوالي 365 مادة، يعني حوالي 85 من مواد القانون. فده هيرهق القاضي والمتقاضي. من هنا كان هناك بعض الاشكاليات السياسيه والقانونيه اللي اعاقت التعامل مع مشروع القانون ده سنه 2017 و18 و19 وما الى ذلك، لغايه لما صدرت الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان والتي اطلقها السيد الرئيس في 2021. تكلف المستشار الدكتور حنفي جبالي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بأن تبدأ فورا في مناقشة قانون الإجراءات الجنائية. القانون الموجود هو مشروع الحكومة اللي بقول لسيادتك تعديلات حوالي 85% على القانون القائم. فشافوا إن تتشكل لجنة فرعية تضم كافة الجهات ذات الصلة بقانون الإجراءات الجنائية، وشرفت برئاسه هذه اللجنه، ضمت مجلس القضاء الاعلى والنيابه العامه ومجلس الدوله ومجلس الشيوخ وهيئه مستشاري مجلس الوزراء ووزارات العدل والداخليه والمجالس النيابيه، نقابه المحامين والمجلس القومي لحقوق الانسان واساتذه القانون بالجامعات المصريه ومحامين متخصصين ونواب من المعارضه ويعملون ايضا بالمحاماه واعضاء من لجنه الشؤون الدستوريه والتشريعيه ولجنة الدفاع والأمن القومي ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ. استمر العمل على مدار 14 شهرا كاملة ديسمبر 22 حتى 6 مارس عام 24. انتهينا إلى إعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس الناحية ومع احكام دستور 2014 من ناحيه ثانيه والمواثيق الدوليه ذات الصله من ناحيه ثالثه. يعني تغيير 85% يا فندم من القانون، اعتقد ان ده قانون جديد يعتبر، ما يعتبرش تعديلات على القانون القديم. ما هو ده اللي انا بقول قدمنا مشروع قانون جديد متكامل. تمام. السيد الرئيس احال توصيات الحوار الوطني الخاصه بقضيه الحبس الاحتياطي والتعويض عنه للحكومة. اجتمعت الحكومة يوم 22 أغسطس 24 وقررت سحب مشروع القانون القديم بتاع 2017. تمام. واعتبار مشروع القانون المتكامل الجديد المكون من 540 مادة اللي انتهت إليه اللجنة الفرعية هو أساس المناقشة، وهو ده يعد مشروع الحكومة ومجلس النواب. وكلف المستشار الدكتور حمد الثاني لجنه الشؤون الدستوريه والتشريعيه بالعمل على مناقشه هذا المشروع اللي هو 540 ماده
في الاجازه البرلمانيه لتعد تقريرا لعرضه على الجلسات العامه ان شاء الله في دور الانعقاد القادم. بعد كده تم عقد اجتماع برئاسه رئيس مجلس النواب بحضور قوى سياسيه ورؤساء احزاب متنوعه مختلفه الاتجاهات السياسيه يعني. بالاضافه الى متخصصين وحكوميين، وتم عرض مشوره مشروع القانون التي انتهت اليه اللجنه الفرعيه. ثم عقب ذلك ورغم مشاركه نقابه المحامين على مدار ال 14 شهر زي ما قلت، وكانت مشاركه ايجابيه الحقيقه، طلعت نقابه المحامين بمجموعه ببيان في مجموعه من الملاحظات، بالاضافه الى نقابة الصحفيين طلعت ملحوظتين بخصوص النشر أو التغطية الإعلامية للجلسات، جلسات المحاكمات، بالإضافة إلى أن مجلس النواب أعلن أنه على استعداد لتلقي كافة الرؤى والأطروحات طالما كانت تتسق مع الدستور محققة للصالح العام. بالفعل تم التعاطي مع هذه المقترحات من خلال لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على مدار الجلسات التي عقدتها منذ آخر أغسطس وحتى الأربعاء الماضي. انتهينا إلى إدخال عدد من التعديلات إجابة لنقابة المحامين إنفاذا لحق الدفاع والمواجهة المنصوص عليه دستوريا. استجبنا لبعض مقترحات مقدمة بإعادة المناقشة من الحكومة ومن مجلس القضاء الأعلى ومن النيابة العامة، ورفضنا البعض الآخر للتعارض مع بعض النصوص الدستورية. القانون كمان يا فندم اشتمل على مجموعة عفوا من الضمانات، يعني خليني أقول اللي بتعزز يعني حقوق الإنسان. إيه الدور الإيجابي خليني أقول من تقليص مدة الحبس الاحتياطي؟ بسرعة لأن السؤال ده مهم، أنا كنت مهتم أن أشرح تاريخيا مقدار المجهود اللي اتعمل على مدار سنتين كاملتين، لأن البعض بيقول أن مجلس النواب مستعجل وهذا غير حقيقي. مجلس النواب بيعمل بقاله سنتين كاملتين. أما عن الضمانات والمزايا التي وردت في مشروع القانون الجديد فهي عديدة. أنا هبدأ بالحبس الاحتياطي لأن هو اللي بيتسلط عليه الضوء، وده كان احد القضايا المطروحه ايضا على الحوار الوطني. حبس الاحتياطي تم تقليص مدد الحبس الاحتياطي، وتم وضع حد اقصى لمدد الحبس الاحتياطي كالاتي: في الجنح لا تزيد مده الحبس الاحتياطي عن 4 أشهر بدلا من 6، جنايات 12 شهر بدلا من 18. طب لو الجنايه العقوبه الاعدام او المؤبد لا يجوز الحبس الاحتياطي لمده تزيد عن 18 شهر. اذا كان الموضوع معروض على محكمه النقض، ما الوضع الحالي بيفضل يتجدد حبسه سنوات وسنوات. لا عملنا حد اقصى 24 شهر اذا كانت القضيه على محكمه النقض او الجنايات المستانفه، وده امر مستحدث. نصنا صراحه على انه لا تفتيش للمنازل او دخول للمنازل الا بامر قضائي مسبق ومثبت. عدنا تنظيم دور النيابه العامه بما يتسق مع دستور 2014 الذي جعل النيابه العامه هي المسؤوله عن التحقيق والتحريك ومباشره الدعوه الجنائيه. ليس هذا فقط، لاول مره يتم تنظيم حمايه للشهود والمبلغين والمجني عليهم والمتهمين ايضا. تم الغاء باب الإكراه البدني الذي لا يتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. تم استبداله بأداء خدمة للمنفعة العامة. صحيح. تم تنظيم ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم. لم يترك القانون الجديد يا سيادة النائب بحسب كلام حضرتك أي مجال لأي شيء، طبعا اهتم بكل التفاصيل، وكان لابد من وضع قانون جديد اشتغل عليه كل الجهات ذات الاختصاص طيلة 14 شهر، وهذه هي النتيجة مع إمكانية زي ما حضرتك وضحت الأطروحات وإمكانية التعديلات من ذوي الاختصاص. كل الشكر لحضرتك النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، شكرا جزيلا يا فندم.